ناقش رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في العاصمة عدن تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية وتفادي أي كارثة محتملة. واطلع بن مبارك خلال ترأس اجتماع حكومي على تقرير مقدم من وزير الصحة حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته والبدائل المقترحة وما ينتج عن تقليص الدعم من إقلاق أكثر من 1000 مرفق صحي وتعريض حياة 500,000 امرأة إلى مخاطر الوفاة وكذا حرمان 600,000 طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية بالإضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية. وتناول الاجتماع عددا من المقترحات للبدائل التمويلية والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي. ووجه بن مبارك بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والصحة والمياه والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.